للحديث أكثر عن أسباب وتداعيات عقد العتبة الحسينية المرتبطة بمحور إيران ما يسمى مؤتمر نداء الأقصى في كربلاء، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. مرحبا بك معنا. حياكم الله، مرحبا بكم. دكتور، ما الهدف من عقد العتبة الحسينية المرتبطة بمحور الميليشيات الموالية لطهران، عقد مؤتمر تحت عنوان نداء الأقصى في كربلاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وجميع المشاهدين الكرام. هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها إيران وأدوات إيران في المنطقة بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية واستغلالها كواجهة لتقوية موقفها ومحاولة تصدير نفسها على أنها هي الراعية والمدافعة عن مقدسات المسلمين وحقوقهم. فهي من جهات كثيرة تحاول ادعاء أنها مؤيدة وداعمة للمقاومة الفلسطينية وداعمة للقضية الفلسطينية والمطالبة بحقوقهم، في حين أن أرض الواقع تكذب كل هذه الادعاءات في كثير من المواقع، ومنها العراق تحديدا، حيث نرى الميليشيات الإيرانية والموالية لإيران كيف قامت بعمل منهجي في سنوات سابقة، ولا سيما في سنوات الاحتلال الأولى، بمداهمة المناطق الأحياء التي يعيش فيها الفلسطينيين وتهجيرهم، فضلا عن قتل الكثير من قياداتهم. نعم، كيف تصف دكتور مشاركة بعض الفصائل الفلسطينية باتجاه محور إيران وميليشياتها رغم النصح المتكرر من قوى معتبرة ومحترمة في الأمة؟ نعم، هذه أيضا من المآسي التي نعاني منها، في لا سيما ليس نحن وحدنا في العراق، وإنما الكثير من المؤسسات الإسلامية. حينما نتحدث مع بعض الفصائل المهتمة بالقضية الفلسطينية وننبههم لأن القضية ليست قضية شعارات، وأن هذه الشعارات إنما هي خديعة يراد منها استغلال هذا الموضوع لتمرير الأجندات كما تسمى والتي ذكرتها قبل قليل، ونحذر من أن يكون هؤلاء الإخوة وسيلة من الوسائل التي يستغلها هؤلاء لتقوية مواقفهم، وحينئذ سيكون هؤلاء ربما شعروا أو لم يشعروا أداة من أدوات تقوية هؤلاء في تنفيذ جرائمهم الأخرى بحق المسلمين. ونحن دائما نقول ونتحدث بأن القضايا الإسلامية هي قضية واحدة لا تتجزأ بالمكان ولا تقسمها هذه حدود سايكس بيكو. نعم، هنالك شيء اسمه الاختصاص المكاني، لكن هذا الاختصاص المكاني ليس على حساب الوحدة الإسلامية. فقضايانا قضية واحدة وعدونا عدو واحد، وإن تعددت لافتاته وربما تنوعت بعض مسمياته. نعم، ما الثمن دكتور الذي تدفعه القضية الفلسطينية من جر بعض القوى الفلسطينية إلى محور إيران وميليشياتها؟ هي يعني خسارة كبيرة، وإن كان ربما أحيانا المكاسب التي يغرى بها هؤلاء مكاسب آنية سطحية، ولكن هذا كله على حساب خسارة كبيرة جدا. هذه الخسارة تتمثل أولا وأخيرا بفقدان تأييد الأمة الإسلامية. القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين هنالك فقط، وإنما هي قضية الأمة، ولأنها قضية الأمة فلا بد أن يكون هذا التناغم بين الأمة والقضية الفلسطينية وبين الفلسطينيين والأمة حتى يتم هذا التفاعل وهذا التأييد الكبير لتحقيق ما نصب إليه دائما، وهو تحرير فلسطين وعلى رأسها القدس. هل هذا الأمر؟ الأمر الآخر، الخسارة الكبيرة لهؤلاء حينما يكونون أدوات تتلاعب بهم هذه الميليشيات وهذا المشروع الإيراني الكبير، فإنهم حينئذ سيكونون من حيث يشعر البعض أو لا يشعر أدوات لتنفيذ جرائم، وربما سيكونون حينئذ شركاء في الدماء التي تسفك من المسلمين في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي غيرها. ولذلك يجب ألا يكون المسلم مغفلا وأن يستغل
من قبل هؤلاء المجرمين، وإنما إن اضطر إلى التعامل معهم فيتعامل بسياسة ويتعامل بحكمة، لا أن يكون أداة بيدهم وألعوبة ينفذ لهم ما يريدون. نعم دكتور، حكومة السودان وهي حكومة الميليشيات المرتبطة بإيران كما تعرفون تعتزم طرد نازحين عراقيين وفلسطينيين من مخيم بحركة في أربيل، لماذا لا تتدخل هذه القوى لكف الأذى والاستهداف عن فلسطيني العراق على الأقل؟ وهذه من المشاكل التي يعني تحدثنا حقيقة مواجهة مع بعض الأخوة من المهتمين بالقضية الفلسطينية، الكثير طبعا بالمناسبة هم يتفهمون ولا سيما ممن لديهم الوعي الشرعي والذين لديهم وعي بمشروع الأمة عموما، لديهم هذا التصور ويجاهدون مثلهم مثل غيرهم لتحقيق مصلحة المسلمين حيثما كانوا، ولكن للأسف البعض الذي يحرص على تحقيق المكاسب السياسية الآنية ويحاول ويعتقد أنه ربما بمشاركته بمؤتمر هناك أو تسلمه شهادة حضور في هذا المؤتمر وغيره يحقق نصرا، فإنه حقيقة لا يتعدى يعني منظاره لا يتعدى أبعد من أنفه كما يقال في المثل، ولذلك هذا كله قصور نظر من قبل بعض السياسيين الذين لا يدركون حجم المأساة وحجم المؤامرة ضد الأمة الإسلامية برمتها. الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني، شكرا جزيلا لك.